كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. هي 2020 كانت واحد السنة صراحة سنة كارثية على الإنسانية جمعاء, وسنة 2020 عرفت العدد ديال الضحايا في 2020 كامل اللي حسبوهم, يعني هي السنة اللي حطمت الأرقام القياسية في عدد الموتى. يعني كما قلنا كنا نقولوا دائما أن هي سنة كارثية بامتياز, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء على الإنسانية جمعاء. بلادنا عاشت هي التداعيات الخطيرة ديال هذا الوباء ديال كورونا على الجانب الشق الصحي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي كذلك. ولكن احنا في المغرب الحمد لله حاولنا ان الدولة بالاستباقية ديالها بقيادة جلالة الملك نصره الله وأيده وبالتعليمات دياله, كانت لجنة اليقظة الاقتصادية, وكانت اللجنة العلمية, وكانت هذيك التدابير التاريخية والعظيمة ديال المواكبة الاجتماعية ديال الشركات المتضررة, وكذلك المواطنين اللي فقدوا المناصب شغل ديالهم, وكان كذلك واحد المواكبة ديال القطاع غير المهيكل. فهي كانت تدابير اللي خص الإنسان يفتخر بها, وكانت بينات بأنه الدولة المغربية هي دولة اجتماعية بامتياز, وبينات كذلك بأن المغرب عنده واحد العمق حضاري, وبأن لا خوف على المملكة المغربية الشريفة, وبينات بأن المغرب عنده المؤسسات دياله مؤسسات قوية بقيادة المؤسسة الملكية, بينات بأنها كانت في مستوى الحدث الجيوسياسي الخطير الذي زعزع الاستقرار في العالم. إذن العام حنا سنقوله بأنه اقتصاديا كان واحد الركود واحد تراجع ديال الاقتصاد بواحد طريقة خطيرة, تقريبا بين 6-7% لا يكون ديال الناتج تراجع النمو الاقتصادي, تراجع النمو الاقتصادي بين 6-7%, ويقدر يكون أكثر على حسب الإحصائيات. ولكن وكذلك كاين غيكون عندنا واحد العجز ديال الميزانية اللي غيكون مهم بزاف, الميزانية ديال الدولة. فهنايا كانت مشاكل, وكانت معاناة اقتصادية, وكانت واحد المشاكل ديال البطالة والعطالة ديال الشركات وديال الأفراد, وكانت مشاكل صحية ونفسية. إذن حنايا تنقولوا بأنه ما عندناش حل غير نوضو نشمروا على الدرع ديالنا, ونحاولوا نفكروا ونبتكروا خطة إقلاع اقتصادي, وكذلك خطة إقلاع اجتماعي, ونهضة اقتصادية. هادشي اللي دارته الدولة صراحة تحت تعليمات ديال حسب التعليمات ديال صاحب الجلالة, والدولة دارت واحد البرنامج اللي إن شاء الله في 2021 غتكون واحد غنحاولوا أن النمو الاقتصادي غيكون, تنقولوا حنا يكون إن شاء الله بزيادة ديال واحد ربعة بين 4-5% من الناتج الداخلي ديال المغرب. وهالشي كامل كله مزيان, لأنه السنة الفلاحية وبفضل هاد الأمطار الخير فهي تتبان بأن عندكم واحد سنة فلاحية ناجحة إن شاء الله. وكذلك هذاك العامل النفسي ديال الحملة ديال التطعيم والتلقيح اللي غتبدا إن شاء الله في آخر هذا الشهر بإذن الله, مع يوصلوا لقاحات من الخارج. فهادشي كامل نفسيا غيلعب واحد الدور كبير. كذلك كاين واحد الديناميه كبيره ديال الاقتصاد الوطني اللي بين بانه اقتصاد مهيكل, واقتصاد يقدر يتحمل الصدمات, واقتصاد قوي. بالفرنسية تنقولوا لا ريزيليونس, عندنا اون ايكونومي ريزيليونس الحمد لله بفضل السياسه والتنوع ديال الاختيارات ديال الدوله المغربيه. في الميدان الصناعي عندنا واحد الحركيه مهمه, وغنبداو دابا نكونوا كقطب صناعي, وكاين داك البرنامج الانعاش الاقتصادي الانعاش الصناعي اللي هو, وكذلك غنعاودوا نحركوا البرنامج ديال التسريع الصناعي مهم, والمغرب غيكون دوله صناعيه قويه ان شاء الله في المستقبل. وكذلك كاين عندنا السياحه اللي غنعاودوا, عندنا حلول مبتكره باش نعاودوا نحلوا المشاكل ديال السياحه, ونخليو ان المغرب يكون واحد البلد ديال السياحه. وكذلك عندنا المشاكل ديال الخطوط الجويه, كل هادشي كامل غيتحل حتى هو. اذا كاين برنامج, وفي الفلاحه عندنا البرنامج الواعي ديال الجيل الاخضر, والتجربه الكبيره ديال المغرب في الميدان الفلاحي
إذا لا خوف على المغرب فيما يخص الأمن الغذائي. وكذلك كان عندنا مشاريع مهيكلة عظيمة تنطلق في المملكة المغربية، وكذلك التحولات الجيواقتصادية اللي عرفها والمشاريع الكبرى اللي عاد تكون في الأقاليم الجنوبية ديالنا، مشاريع مهيكلة على الصعيد العالمي، منها الميناء ديال الدخلة، ومنها الطريق السيار بين تيزنيت وبين الدخلة، وكذلك عندنا نفلحوا واحد 5000 هكتار اللي غيكون المغرب واحد الدولة فلاحية قوية اللي غتقدر تصدر المنتوجات الإفريقية والعالم. وكذلك كاين برامج لوجستيكية، كاين داك الميناء ديال الناظور، الميناء المتوسط ديال الناظور، وكاين بناء ديال واحد 8 سدود مستوى كبير جدا لضمان الأمن المائي، واحد الاستقرار، واحد الهدوء، وواحد نشوف المستقبل بواحد النظرة جميلة جدا. وكذلك أننا نحاول نركزوا على الشباب، لأن الشباب هو عماد المستقبل، هو قطب الحركة الاجتماعية. فالشباب خصنا نردوا لهم البال، لأن مهمين بزاف، خصنا نكونوهم، خصنا نعطيهم مهارات حياتية. وكذلك المرأة اللي تلعب واحد الدور مهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.